عم ركب طاولة هيك مجموعة من الأصحاب المقرشين وحاسس إنه قادر تعملي هيك مبلغ. شفنا تريلر ورقة بيضاء فيلم لبناني جديد، بس يبدو انه فيلم مختلف. رح نحكي اكثر مع ابطاله. جابرييل يمين، اهلا وسهلا فيك. دارين حمزه، مساء الخير. ورقة بيضاء او ناتس بالانجليزي، شو القصه؟ محجبات على بوكر على يعني كانه بيعمل كمان خلينا نقول جدل كثير كبير. لما يطلع هالفيلم اول شيء امن العام مرق، مرق والا ما كنا صورناه أكيد. ومرق هلا من بعد ما فرجناهم اياه هو مصور. ما في شيء سياسي، ما في شيء دين، بعتقد هول التابويات بالبلد ما هيك، سياسي ودين مثل وقت بيروت. في جنس كمان خلينا نقول؟ لا ما في عندهم تابو على هذا الشيء. تتذكري بيروت قتل كانت كل الخبريه وقتها علشان كانوا قايلين عن المرحوم الشهيد رفيق الحريري بس. انه مبين كأن الدوله كانت انه عارفه من قتله. هيدي والا كل شيء كل شيء ثاني جريء ما عندهم مشكله لانه بينعرض اما كان عادي في ريتنج، لانه ليه عاملين ريتنج 18 اند ابوف بكون حتى لو كان لبناني خلينا نقول ما في ابدا مشكله رقابه من هذه الناحيه، هي بس السياسي ودين هيدي المشكله. ايه بس هو ريتد يعني. طيب هو ريتد قد ريتد 16 16 اي ثينك 18 لانه في كم مشهد بس منهم واو انه بخوفوا، بس انه في فايلنس شوي عنف وبس. هو الموضوع عن ال باد لانجوج، لانه نحن عم نشوف عصابات بلا تهذيب بدهم يحكوا بطريقه عم شوف عادي مش حيحكي كثير محسن يعني شو. لا عم بقول لها بلا تهذيب. طيب خلينا عم بسترجم بس باد لانجوج. طيب خلينا قصه الموفي شو هي؟ عن شو بيحكي؟ قصة الموفي هي عن امرأة بيكون عندها فراق عاطفي شخصية لانا، وبتكون هي عندها رفيقتها بترفقها وبيروحوا يعني لانا بتروح بهيدي الطريق اللي هي من وراء الفراغ العاطفي بتفوت بعالم البوكر، بصير عندها ادمان على هاللعبة ونوع من التراك يعني، بس واحد يطلع على سكة ترين ويفوت فيها على الاخر وبتلتقي بعالم قاسم اللي جابي لعبه. نعم. اللي بفوتها بدهاليز الاندر جراوند بوكر بلبنان والتابو والمخدرات والعالم اللي هو كتير نحن ما بنشوفه بس هو موجود، مش بس بلبنان، بكل العالم اكيد دائما في عم تقولي واقعيا موجود هيدا العالم. اكيد نحن عملنا دراسه يعني انا شخصيا لألعبها، انا شخصيا بولا ما بلعب حتى ورق بزهقني. تعلمت تلعبي بوكر بعد الفيلم؟ حتى اقدر العبها يعني الشخصيه صح تعلمتها، بس تاكدت انه انا ما بحب البوكر لانه مع انه بيقولوا اديكتيف يعني واحد بيصير بده يا بيكون عندك اياها يا لا. هيدي سالت حكيم يعني قلت له ليه طيب انه عم بلعب تعلمت بس ما عندي هذا الادرينالين أول. طلع في ادرينالين قبل ما تعرفي اذا ربحانه او خسرانه، هيدي العشر ثواني بدق قلبك بيطلع ادرينالين ما بعرف شو بيصير بجسمك، هيدي اللي بيدمنوا عليها. عشان هيك اوقات بيربحوا ملايين وبتروح ليه روحتهم؟ قال هيدا الادرينالين بده اياها. يعني كم كل شيء بيرجع الى الشخصيه. استاذ جابرييل يمين، الشخصيه اللي عم تلعبها ايضا بهذا الفيلم، انت شرير واضح اخذتها على الاندر جراوند. مش شرير عادي، في كثير منه هون يعني. ايه بس شرير مش شرير؟ ايه مثل كثير هون من العالم هيك اختلفنا كثير بس بعده شرير. إيه متفقين انه ولو كتار هول الاشرار ما هيك بيكتروا الاشرار بس ما بيصيروا عادل. طيب شو هو دورك؟ واذا هي لانا مثل ما فهمنا انت بتجي بتاخذها للانا بتنزلها لتحت الارض وعم بتقلي لانا انه هيدا عالم حقيقي موجود بلبنان، قد ايه الفيلم مجسده فعلا يعني مفرجينا شيء نحن حنحضره
بتقلي 90% بلا مبالغة 100% هيك الواقع موجود هو ذاته؟ هيدي قوته للفيلم، هيدي قوته للفيلم انه واقعي. رح ينصدموا منه الناس بالأول، هيدي شغلة أكيدة، رح ينصدموا من القصة، رح ينصدموا أبار القصة كمان في التصوير وفي الإخراج والبديكية، بس تحديدا القصة بس يكتشفوا إنه هالشيء فعلا موجود. قاسم شو قاسم يعني اللي عم مثل دوره أنا يعني رجال مثل خلينا نسمي رجال حي لقيت هالدنيا كلها ولقيت هالناس كلها شو مش موجودين ما بنعرفهم يعني بلطج شبيح أكتر من هيك ومعه شوية مصاري فيكون وزير يعني بس خليني شو ما عنا هالشي ما في سياسة ما في سياسة نحن هون في هذا القاسم هو اللي بياخد لنا مثل ما قلنا على هذا الأندرو ليه عم بتقلي إنه واقع وموجود وبرح ينصدموا بشو بدهم ينصدموا كل الناس بيعرفوا انه في بوكر بلبنان في ناس بيلعب مش ما في شيء صادم بالموضوع ليه في عنف مش كل اللي بيلعبوا بوكر يعني بيوصلوا للعنف وللمخدرات ولا شيء ثاني كمان خلينا نقول انه في ناس بيتسلوا بيلعبوا هي قوه الفن تحديدا مش بس قوه الفيلم قوه الفن هو لما يفرجيك الواقع معره يعني لا بدهم ينصدموا الناس بتعرف انه في ناس مثل قاسم وفي ناس مثل لانا بيعرفوا هالشيء وعارفين بس لما يشوفوا المجموعة كلهم مجموعين مع بعضهم ويقولوا براسهم إيش هيك بيصير ما هني ما بيشوفوا الـ مثلا بيعرفوا أكيد بلطجي مثل بتعرفي ومثل عم تقولي لي عنه وبيعرفوا مافيوزو مثل قاسم وبيعرفوا واحد ماسك الحياة وموتورات وبيعرفون هودي كلهم بس شو تأثيراته على البشر اللي عايشين حواليه هيدا اللي ما بيعرفوه هيدا اللي بيصدم بالفيلم بس صدمتني نقيت موتوراته عم بعطي بتعلق على كل شيء لا المثل بالعكس المثل بيوجع وبمحله يعني طبعا شو يعني انه موتوراته مغطيه يعني اي طبعا شو بعيد عنه خليني ارجع يمكن الموتور اطرف من البوكر اذا بدنا نعمل حلقه على الموضوع بس خلينا نرجع الى مساله الفيلم بس بدي افهم منك انه كانه عم بتصوروا هذا الواقع البشع المؤلم عم نعمم على فكرة انه هو اللي بيلعبوا يعني ما بيسوا يعني بيلعبوا لا أبداً مش هيك لانا مثلا هي امرأة مزوجة عندها ولد من طبقة مرتاحة بالبلد بس هيدا الفراغ العاطفي هو اللي خليها تروح على هذا العالم يعني مش معناتها هي شخص مش منيحة بس بتشوفي كل العينات كمان بس لانا هي الضحية خلينا نقول قاسم هو ضحية ضحية يعني ضحية قرارة اللي هي بدها تروح تلعب بهذا الجو عرفتي كيف انه ضحية ادمانه وهو كتير بفرجيك الادمان بس انا كنت بدي كمان اكد على موضوع جابي انه الشك حيجي انه اوقات نحن بنسمع انه عن عينات بتسمعي واحد مافيا او مثلا واحد مجرم بس لما تشوف الجريمه اللي عم يعملها وكيف بيعيش بتعمل شك هيدا اللي بحبه انا بالسينما اللي هي بتدوع هول العينات المخبيه بالمجتمع وبتدوع عليها هلا يمكن يكون شك بس كمان هذا الشك بيعمل مسج حلو بالنهايه لانه اذا ما بتعمل شك اوقات ما بتصير تعرفي قد ايه خطوره الشغله بس كمان بالسينما في شيء كتير حلو ما بعرف اذا بتوافقني انه بنشوف الناس عن قرب بنشوف حياتهم بنشوفهم بشو تاثروا مخرج الشاطر بفرجينا شو عم بيصير معه انسانيا حتى لو كان هذا الشخص شرير بمحل تتعاطف مع الشرير بمحل بتحسه انه هذا كمان ضحية مجتمع بالحياه العاديه يمكن ما تفكر تتعاطف معه لا ما بتشوفه هالقد عن قريب عدسة السينما بتفرجيك او ما بتعطي وقتك هو رح اعطيكي مثل بسيط الناس ما بيتعلقوا على التلفزيون او بالسينما ما بيتعلقوا بقصة حب او مشهد حب بيشوفوه شو هني مش عايشينه ما هني عايشين المشهد ما بيعرفوه بس بيبرروا للممثل اكثر ما بيبرروا بالحقيقة للناس لاشخاص ما بيبرروا للممثل ما بيبرروا للممثل بيكتشفوا تفاصيل العلاقة تفاصيلها اللي كانوا هني عايشينها ولكن مش مكتشفينها المخرج الجيد او الفنان الجيد الرسام الجيد هو اللي بيعرف يضرب ضربته ولونه يعني لما يفرجيكي شغله ما كنت شايفتيها بس عيشتيها هيدا الفن صار لك زمان بالفن ممثل خلينا نقول من جيل قدير في لبنان بتقول انه هيدا الفيلم مثلا نقله نوعيه شيء مختلف لجابرييل يمين دور جديد لها وين بتصنفه مش الادوار بتهمني الشغل بالفيلم هو اللي بيهمني يعني انا شخصيا في ناس مبلا في ممثلين ايه بتهمهم الادوار
أنا الأدوار ما بتهمني، والبرهان أنا ما كنت لهذا الدور وكنت مبسوط، يعني كنت مرتاح، كنت مرتاح روح، لأنه بعرف أنه الفيلم لما يكون الفيلم بحد ذاته والكرو تبعه من المنتج للمخرج لآخر شخص عم بيشتغل معنا يكونوا عم بيشتغلوا بنفسية بروفيشنال، يعني عارفين. لما أقول بروفيشنال مش معناتها أنه بيعرفوا يحطوا كاميرتهم وبيعرفوا يجيبوا الفنجان القهوة، لا، بروفيشنال يعني عارفين حالهم مع مين عم بيتعاملوا، مع أي شخصيات، مع أي سيناريو، مع التمثيل، مع إدارة التمثيل. هيدا بروفيشنال، هيدا إيه بحب أعمله. وأنا بقول إنه إيه نعم، نقلة نوعية رح تبلش من هلأ من هيدا الفيلم. دانين، بالنسبة لألك بتحس إنه هيدا الفيلم إضافة الشخصية اللي عملتيها، بتحس إنه محل معين أنت مبسوطة تفرجي قدراتك كممثلة، خاصة عم تقولي لي إنه اكتشفت ما عندي للإدمان وما عم بتعلق بالموضوع وما بحبه. مزبوط. أكيد أول شيء هو شخصية جديدة لعبتها، وبس هيدا الفيلم بالتحديد بولا يعني حتى كتير أمل عليه، لأنه كل المواصفات اللي أنا كنت أنطر يكون مثلا نص جديد، في خبرية جديدة عم يكشف عن حالات معينة ما حدا مطرق لها بعد بالسينما اللبنانية، بنفس الوقت عندك التقنية عالية، الإكيب احترافي عالي مثل ما عم بيقول جابي، كل المكونات موجودة، بس تمثيل شخصية ما بتشبهك لدرجة انه حتى عم تستغربي كيف بيدمنوا على هذا التمثيل. بولا هذا اللي عم بقوله، انه هالقد شخص بعيد عنك، هيدا حدي اكبر اليك. الخبرية هي الاساسية، انه انا حكيني طارق سكياس اللي هو منتج الفين، ما منتج ليزر فيلم برودكشن، قال لي عنده فكرة، بس قال لي الفكرة، قلت له ليه بدك تعمل عن هيدا الشيء، انه حسيت واو رح يكون كتير صعب لكتير ناس يعني يتقبلوا، لأنه كتير فج مثل ما عم بيقول، يعني بفرجيك كل شيء مثل ما هو بهذا العالم وكتير بعيد عنه. هيدا اللي حمسني أكتر بولا، لأنه أنا إذا بدي مثل واحدة كتير قريبة مني وكتير تشبهني ما عم ركب شيء وما في تحدي، وانه وصاروا يعني العالم خلص معودين على كل هالحكايات، شايفين سندريلا، شايفين قصص حب، شيء قد ايه فيك تعملي قصه سندريلا جديده، يعني دائما معتمدين هالحب لعلاقات، لا يعني بدنا نطلع شوي على اشياء ثانيه، فهيدا كان اختلافه يعني حبيت كثير. انا بدي اقول شغله، اذا كانت دارين ما بتعرف البوكر، مش مدمنه على البوكر وعرفت لعبه الدور، مش معناتها انا مدمن على شيء اللي رح تشوفوه بالفيلم، بس يعني لا ما عندنا شك ابدا، ما عندنا شك ابدا. خلينا نشوف، في عندنا مقاطع اكسكلوزيف للبرنامج يعني ما انعرضت من قبل، خلينا نشوفها. يعني ما فيك تتصوري قديش رشيتي لي خلقي. قصة انه بعد شهرين من هلا جاي ابنه للامير من الخليج امير عبد عبدول بن برجيس بن برجيس جاي لهون لحتى يلعب البيج جيم، بس في زت مصاري ما فيك تتصور قديه، في دخوليه 500,000 مليونين ونص لربحها. ما معي 500,000 دولار، انتهى الموضوع، سوري لقوا خروف غيري. 500,000 انا بعطيك اياه، بس مرعبا على هونيك لعيب اخو شليتي مكعل لعيبي كله، واذا خسرتي 50-50، 250 عليك و 250 علي، ضرب واحد تربح المصاري كثير. 500,000 دولار عدا ونقدا. مليون الي واحد. 800,000 هذا الماكسيموم اللي بقدر عليه، وبتشاركي بالدخولية ماشي شي رمز 100,000. طب أنا بقول لك فكرتي، بحط أنا 100 دخولية، وإذا خسرت برجع بدفع 150، بس إذا ربحت بترجع بتردل 100 وفوقهم 800. ما أنا عيني أبدا. اسمه ناتس ورقة بيضة. أوه هيدا سؤال كتير عم بسألك، لأن أنت كمان كرياتيف بروديوسر بال مظبوط. ايه انا اول شيء لما حكيوني على الفكره ما كان في سكريبت،
وطرح علي طارق سكياس انه ركب البيبي يعني الفين معه من الاساس، هو انه مثل كانه هو بيبي دائما مشروع الفني دائما بنحسه بيبي لانه بيكون ستيب باي ستيب بتحسيه عم يكمل 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 ليصير خليفه اهون خليفه اهين 9 اشهر اخذ او قد بعتقد حنطبق 3 سنين يعني هالقد عم تشتغلوا عليه. طيب ليه ناتس؟ ليه ورقة بيضة كمان؟ بدك تحضري بولا لتشوفي لأنه أول شيء ورقة بيضة كلنا نحن بنخلق بس مش ورقة بيضة ناتس بتعتقد حتى ما تصير معروفة كل الفكرة. هي كلمة ناتس يعني بتعني عدة معاني. عدة معاني هي أول شيء ثلاث أربع معاني ركبين مكسرات أي وحدة ما فيك تقولها شو بعد على الهوا وليه بفكرك منه ناتس؟ طيب وفي شيء له علاقه بالورق بالورق انه وقتها تكون يعني بعتقد ربحانه كل الغله او شيء بسموها ناتس كمان اها فقلها يعني الغله كلها اكيد هي في شيء اسمه بيجنرز لاك دائما حظ المبتدئ بالبوكر بيكون بيجنرز لاك اول شيء بيقتنع انه انا لعيب انه ايه بتكبر الخسه مزبوط صحيح. طيب ليه ما قلت لي ليه ورقه بيضاء؟ ورقه بيضاء لانه اول شيء باللعب كل الاوراق بيكونوا بيض ما بتعرفي شو هن بس تقلبيها بتصير مكتوب عليها شو هي بتعرفي اذا خسرتي او لعبتي. ثاني شيء نحن كلنا ورق بيض بالحياه يعني وظروفك هي اوقات بتنكتب عليك بتصيري انت من ورا اشياء بتروح على اشياء تانية اوقات بتكوني ضحيه حالك يعني. طب ليش خليفه؟ وفيك في ليه في عنوان ليه في عنوان عربي وعنوان اجنبي؟ مطلوب اجمالا مطلوب لانه لحتى تسجلي انت الاسم بالدوله اللبنانيه احسن يكون شيء عربي اوقات اوقات لحتى كمان الجمهور يتقبلوا اكثر من شيء اجنبي لعده اسباب يعني. جابرييل يمين وين صار الانتاج اللبناني؟ فينا نحكي انه هذا مثلا انتاج كبير جيد في نافس؟ ما في شك انه طارق سكياس ليزر فيلم ما في شك انه عامل ضرب جنون يعني لحتى يعمل هيك فيلم بس مش معناتها الافلام مش لازم تنعمل هيك يعني بهالضروبة جنون وطلوع على مسمينه نحن ضرب جنون ايه ولكن الافلام كلها لازم تكون هيك. مش من زمان كنا انا ودارين بدبي وين صار الانتاج اللبناني؟ مزبوط من ايه. 10 ايام كنا ايه 10 ايام كنا هونيك وين صار؟ كنا هونيك بمهرجان دولي بدبي كان في 11 فيلم لبناني وربحوا جوائز الافلام اللبنانية هون صار الانتاج اللبناني بقى انه بده شوية بوش بيوصل مزبوط نحن شوية بوش ما بدنا نقعد يعني مثل من الدولة بس لازم ينعملوا صح الناس. انا دائما تروح تحضر لازم ينعملوا صح يعني في كمان موجة فايتة على السوق بيقول لك الجمهور ما بيحضر لبناني ليه ما بتحضر لبناني؟ لانه ما حبيت الفيلم اي فيلم ما حضرت ما في كمان موجة عم بتضرب مزبوط. السوق المنيح يعني بصير اللبناني يفكر انه كل الافلام مزبوط كنا باليابان بحلال لاف هذيك السنه كمان كان في فيلم بالحلال ربحت جايزه عالميه هونيك وباليابان صحيح. على فكره ما كانوا عارفين وين لبنان هيدي كثير محنت بالعالم هيدي كثير محنت This is where it is okay Israel Syria انه هن معروفين اكثر فانه ايه نحن عايشين ببلد صغير كثير الاندستري تبعنا على قدنا على قد حجمنا بس الحمد لله قلت له انه صغير كثير بس وصل على اليابان مفعوله كبير صحيح صحيح. خلينا نتوقف مع فاصل رح نرجع نتابع معكم تفاصيل اكثر عن ناتس عن مشاريعكم المستقبليه نستفيد من انه موجودين معنا وايضا عن الانتاج اللبناني. فاصل ونعود.